السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كل بيسمعني، معكم الأستاذة صفاء من قناة يوتيوب. اللي بيسمعنا لأول مرة عجب الفيديو ما ينساش يشترك ويفعل هنا الجرس. حاب أعرفكم في قناة ثانية اسمها يوتيوب معرفة، وفي قناة ثالثة اسمها يوتيوب ملكة التعبير. أتمنى منكم الاشتراك في هذه القنوات، اكتب في البحث اسم القناة هتظهر لك، أو افتح هذه القناة أسفل الفيديوهات عند فيديوهات مميزة تجد باقي القنوات. عندنا قناة يوتيوب معرفة، وفي قناة ثالثة اسمها يوتيوب شورتس. الثلاث قنوات مخصصة لتعبير إنشاءات وضعية تدميجية، حلول تلخيص دروس، رسائل، تقارير، إذاعات مدرسية، مسرحيات وغيرها من محتوى القناة. لا تبخلوا لنا باللايك، دوسوا اللايك وكومنت للقناة إذا عجبكم الفيديو. اليوم تعبير عن دور الأخلاق الكريمة في التماسك الأسري. طلبت مني من أحد المتابعين يريد هذا الموضوع أو التعبير، يا رب يعجبه ويعجب كل اللي بيسمعني وكمان يوصله في الوقت المناسب. بعتذر على تأخيري عليه وتأخيري في الرد عليه. نقرأ كده على بركة الله التعبير. مقدمة أترك بياد مسافة كلمة. أي موضوع تعبير يجب أن يكون في مقدمة وعرض وخاتمة. المقدمة: إن جوهر وجود الأسرة المتماسكة يكمن في منظومة الأخلاق، فالأخلاق هي التي تنظم علاقات الأفراد والجماعات، فبدون الأخلاق لن يكون هناك اجتماع بين البشر. دي كده المقدمة. العرض: أترك بياد مسافة كلمة. الأخلاق هي التي تروى الإنسان عن التجاوز والاعتداء على الفرد الآخر، وهي التي تحول دون اندفاع أنانية الإنسان وطمعه وجبروته وجبروته، وتجعل الإنسان قابلا لأن يتنازل عن بعض ما يرغب أن يتملكه حفاظا على صورته ومكانته واحترامه بين الآخر. ونلاحظ أن الأخلاق دورها مهم في تماسك أفراد الأسرة الواحدة، فهي تتوقف عليها مصير الأسرة. فسدت بعضها حينما ولدت فيها، وبالت الأخرى واندثرت حينما غابت عنها، وهكذا ندرك أهمية الأخلاق في تماسك الأسرة فهي فاصلة، فهي تصفي القلوب وتؤلف القلوب وتقلل من الفوضى والمقاطعة، وكذلك التغافل عن زلات البعض وغيرها. دي كده دور الأسرة. نكمل. الأخلاق هي فن التعامل بشكل يحفظ المصلحة الخاصة والاستقرار، وحيث تقود الأخلاق الجيدة إلى وجود أسرة قوية متماسكة وخالية من المشاكل والأزمات. فالزوجان الحكيمان يزرعان الخير ويعرفان أن المضرة تنعكس على الأولاد، فإذا زرعت الأخلاق في الأب والأم حتما ستزرع في الأبناء، وبالتالي تنشأ أفراد صالحين وذرية صالحة وأسرة مستقيمة. الخاتمة هنا أترك بياد مسافة كلمة. إن العلاقة بين الأخلاق والأسرة متماسكة علاقة تكاملية ومرتبطان ارتباطا وثيقا ببعضهما البعض، فلا توجد أسرة متماسكة بدون أخلاق والعكس. دي الخاتمة، خلاصة الموضوع. فإذا زرعت الأخلاق في الأب والأم حتما ستزرع في الأبناء. كده أنهيت قراءة الموضوع. رب الموضوع يكون جيد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا اللايك، وتنزل تحت اكتب كومنت نعرف رأيك في الموضوع، والاشتراك عند كلمة اشتراك باللون الأحمر اشترك فيها، ثم بعد ذلك اضغط على الكل، وبذلك تكون فعلت الجرس يصلك إشعار أول بأول، يصلك إشعار بأي فيديو أنا بنزله يصلك بسرعة. شكرا جزيلا لحضراتكم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.